مش صحيح طبيعي يعني. صحيح. طيب انتي بعد كده تعاقدتي مع شركه روتانا، وكان ليك الحقيقه حظ انك انتجوا لك البومين، واحده طيبه ووعد عليا، مظبوط، والالبومين نجحوا، الحمد وحتى لله. الكليبات اللي انتي صورتيها للالبومين حققوا نجاح، ولحد النهارده يعني نسب المشاهده على اليوتيوب عليها كبيره، يعني عدت الحقيقه 3 مليون. الحمد لله. ليه ما كملتيش مع روتانا؟ بصي، يعني موضوع فسخ عقدي مع روتانا هو كان يعني، انا طبعا مش عارفه تفاصيل قوي، بس هو المفروض ان احنا كان ماضيين 3 البومات، ده كان العقد. وبعدين جينا في الالبوم الثالث، هما بس كانوا عايزين يعني يغيروا بنود في العقد. زي ايه مثلا ضايقك منها عشان بص، كده يعني فسختي؟ مثلا من الحاجات كانوا عايزين مثلا بدل 2 فيديو كليب كان عايزين كليب واحد. وساعتها كنت سامعه انه روتانا بتمر بازمه اقتصاديه زيكم، لانه انا برضو مش يعني، انا في الاخر مطربه ماضيه مع الشركه يعني، ما اعرفش اي ديتيلز يعني. فساعتها انا قلت لا، يعني انا حابه انه اعمل البوم ويبقى فيه 2 فيديو كليب، ويكون الموضوع يعني زي ما عملت اللي قبل كده. وكان الفسخ من غير خناق خالص، او من غير مشاكل ومن غير محاكم وكده، كان بالتراضي. وقلت لهم خلاص نفسخ، وفسخنا وكملت حياتي الفنيه. وانا بشوف انه لغايه النهارده انا ما يعني ما بعرفش ان انا انكر فضل حد او حد انه اضاف لي في حياتي الفنيه، حتى لو احنا اختلفنا وفسخنا العقد مع بعض. بس لا، روتانا كانت هي بدايه زيزي عادل كاول البوم وتاني البوم، والحمد لله هم لغايه النهارده. يعني لغايه النهارده انا بروح في اماكن ولايف وبغني الاغاني دي. صحيح. بس في بعض الاتهامات كانت موجهه لشركه روتانا، على اعتبار ان دايما بيهتموا بالمطربين اللبنانيين ومطربين الخليج على حساب المطربين المصريين. انت ايه رايك في الموضوع ده او في الاتهام ده؟ بس انا هقول تجربتي الشخصيه، يعني انا مش هتكلم عن حد، لانه انا هتكلم عني انا. انا شفت انه انا اتعاملت كاني عمرو دياب بصراحه. يعني انا اتعمل لي كل حاجه زي كاني سوبر سوبر ستارز. مش انه عشان انا لسه مطربه جديده، وكمان فكره ان بتقولي المصريين بيضطهدوهم وكده، لا، انا اتعمل لي البوم مع اكبر ملحنين واكبر شعراء واكبر اسماء موجوده. اتعمل لي 2 فيديو كليب مع اكبر مخرجين، اتعمل لي دعايه كويسه قوي للالبومين. فانا ضد ده. طب ما ندمتيش بعد كده على فسخ عقدك مع روتانا، طالما انت شايفه ان هي بروزتك بالشكل ده؟ ما بندمش على اي حاجه، انا زيزي شخصيتي كده، عمري ما ندمت، وعمري ما قلت يا ريتني، وعمري او ما قلت حسيتي ان لو. القرار كان فيه نوع من التسرع شويه؟ لا عادي، انا بصي ما خدت قرار وعملته، حتى لو كان ممكن بنسبه 10% غلط، بس انا بيني وبين نفسي ما بندمش، ما طالما بحبش. مقتنعه. يعني ايا كانت، يعني انا قصيت شعري، الناس هجمتني، يا ريتني ما قصيته، لا، انا عملت الخطوه وحبيتها وهنبسط بيها، حتى لو يعني رغم ال 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 الانتقادات برضو بفرح بالحاجه. انا بحب كده، وما بحبش انه اقول، انا ما بحبش كلمه لو عامه. فطول الوقت مكمله، حتى لو خطوه